صباح الخير على متابعينا الكرام، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بدون مقدمات كتير، فيديو اليوم عن نظام التشغيل بونكس، وهو نظام اندرويد بيتم تثبيته بجانب نسخة الويندوز ويمكن حذفه في اي وقت دون اي مشاكل، فتابعوني. مبدئيا مطلوب منك تحمل النظام عن طريق الموقع الرسمي. النظام موجود باندرويد 5 وباندرويد 7، وموجود نظام التشغيل ويندوز عن طريق ملف تسطيب، عن طريق تحميل الموقع ميجا ابلود او تحميله بنظام نسخة الماك، ودي طريقة انك تسطبه عن طريق الفلاشة. الموقع لو ما فتحش معاك استخدم اي برنامج في بي ان، عشان ساعات بيبقى محظور في البلد عندك. طبعا انا مش محتاج ان احمله، عشان انا حملته طبعا موجود عند الاصدار الجديد، وموجود عندي برضو الاصدار اللي جنبه، ده اصدار قديم شوية عشان لو حصل عندك بعض مشاكل تحمله. وطبعا هسيب لك الملف بتاعه موجود في الوصف. بعد ما حملنا الملف هنقوم بتسطيبه زي اي برنامج عن طريق كليك عليه مرتين، نفتح البرنامج. بعد كده بيجي لك القائمة اللي انت شايفها قدامك دي، بتختار انستول. بعد ما بنضغط بقى على كلمة انستول بيجيب لك انك تختار البارتيشن اللي انت هتسطب عليه، طبعا انا هختار الاي. بعد كده هضغط نيكست. بعد كده بيقول لك حدد المساحة اللي انت عايز تسمحها للبرنامج، مثلا انا هختار مساحة 16 جيجا، دي كويسة، وحامل انستول. بعد كده هيظهر القائمة اللي قدامك دي اللي هي بيسطب. عملية التسطيب بتاخد لها من 10 دقايق لربع ساعة، ففي الوقت اللي زي ده هديك لمحة بسيطة عن البرنامج. البرنامج ده ميزته انه خفيف على الجهاز خاص بيك، وبيبدأ تشغيله من رامات 2 جيجا في اعلى، وكل ما الرامات عندك كانت اعلى كان ده بأفضل ليك. وممكن عن طريقه بقى تشغل لعبة زي ببجي او فورتنايت، وميزته انه خفيف مش زي بلو ستيك بيستهلك امكانيات الجهاز عندك. وفي الفيديو القادم هنزل لك طريقة انك تنقل ملف اللعبة من الموبايل بتاعك الخاص بيك، وتنقل ازاي ملف الاو بي بي، تنقلهم على التطبيق نفسه، وازاي تنقل لعبة برضو فورتنايت لو انت غاوي اللعبة دي. وميزة البرنامج ده اللي انت بتشغل اي لعبة من نظام اندرويد عن طريق ملف الاي بي كي، بتنزله وبتسطبه عادي اكنك زي الموبايل. بعد ما انتهت عملية التسطيب بتظهر القائمة اللي ظاهرة قدامك دي، بيطلب منك اعادة التشغيل او الريبورت ناو. فدلوقتي هننتقل للتصوير بالكاميرا عشان نكمل الخطوات. بعد ما اتنقلنا للتصوير بالكاميرا هنختار ريبورت ناو، فالجهاز طبعا هيعمل ريستارت وهيفتح على النظام. النظام بيقعد اول مرة عشان يفتح بيقعد حوالي 10 دقايق برضو، فانت في برضه في الوقت اللي زي ده سيب الجهاز مع نفسه لحد ما عملية التسطيب تخلص. وطبعا بعد كده لما بتيجي تفتح نظام الويندوز الخاص بيك بيجيب لك تختار انك تخش على نظام الويندوز او على نظام البرنامج، هتلاقي اسمه بونكس او اس، فانت ساعتها بقى بتختار انت المتحكم في الوقت اللي زي ده. فطبعا انا هقطع الوقت اللي هو وقت التسطيب، وزي ما انتم شايفين دي واجهة البرنامج، واجهة بسيطة اكنك لسه شاري موبايل جديد. وطبعا دلوقتي كل عليك تعمله هتختار اللغة، متاح اللغة الانجليزية واللغة الصينية، فنختار اللغة الانجليزية. بعد كده بنضغط نيكست. بعد كده بيجيلك زي ما انت شايف الشروط، فهتوافق طبعا على الشروط كلها. بعد كده بيجيلك الخانة دي بتضغط نيكست. وبعد كده هيجيلك شبكات الواي فاي اللي عندك، فتدخل طبعا الباسورد بتاع الشبكة الخاصة بيك. دلوقتي هو عمل كونكت بالشبكة، فنختار نيكست. بعد كده بيقول لك سمي النظام، فانت تشوف هتسميه ايه، اي اسم انت تحبه. بعد كده بتختار نيكست، وزي ما انتوا شايفين دلوقتي كده خلاص احنا عملنا عملية تثبيت النظام. النظام بيفتح قدامك، وبعد كده بتظهر القايمة اللي انت شايفها دي بتعمل نو سانكس، دي عبارة عن اعلان بيظهر لمدة مثلا حوالي 5 ثواني، فانت مثلا بتلغيه. وان شاء الله حابب انزل لك طريقة انك تلغي الخاصية دي خالص عشان مش يظهر اعلانات خالص في التطبيق. بعد كده هتدخل على قائمة ستار وتدور على سوق بلاي، وتدخل طبعا الاكونت بتاع الخاص بيك بالجيميل،
وتدخل الباسورد وتحمل بقى التطبيقات اللي انت عايزها براحتك وعيش مع البرنامج. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، واستنونا في الفيديو القادم. سلام.